في جديد أخبار اللاعبين، أصحاب الأصول الجزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية مسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على موهبة جديدة، ويتعلق الأمر بلاعب نادي كليرمون فوت الفرنسي اللاعب ناي جابي. هذا اللاعب شاب من مواليد سنة 2001 بفرنسا، أصوله الجزائرية من جهة الأم وتحديدا من مدينة سيدي غيلاز ولاية بازا، في حين أن والد اللاعب من أصول فرنسية. تكون اللاعب في مدرسة تكوين نادي كليرمون فوت الفرنسي، أمضى على أول عقد احترافي الموسم الماضي في سن 18 سنة فقط. يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، طوله 1.75 متر ووزن اللاعب 68 كيلوغرام. يتقن اللاعب بالقدمين اليمنى واليسرى. يمتلك اللاعب إمكانيات بدنية وفنية كبيرة تعلق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الحالي مع فريق الرديف، حيث شارك معهم في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، إلا أن أداؤه فوق المستطيل الأخضر كان أكثر من رائع، وهو ما جعل الاتحادية الفرنسية تستدعيه لصفوف المنتخب الفرنسي للفئات الشابة، وقد شارك مع المنتخب الفرنسي لحد الآن في 6 مباريات. فكل التوفيق لهذا اللاعب الشاب في عالم الساحرة المستديرة. سلام.